السلام عليكم. اليوم جينا نقدم لكم واحد الدرس اللي مهم جدا، هو البدايات ديال الالكترونيك، كيفاش تبدا تقلب وتبحث على الالكترونيك، لي باز الاولين اللي يمكن لك تبدا بهم في الالكترونيك. اول حاجه نبدا لكم بمقدمه، مقدمه يكون فيها قاعد داكشي اللي خصكم تكونوا عارفين في الالكترونيك باش تقدروا تبداو ان شاء الله في الدومين. اول حاجه عندنا الريزيستانس. شنو هي الريزيستانس بالعربيه؟ هي المقاومه. المقاومه السامبول ديالها دائما ما تنكتبوه على هذا الشكل هذا، ولا كاين واحد على هذا الشكل هذا. المقاومه طونسيون اللي تتكون فيها ولا التيار اللي تيكون دايز فيها في يساوي المقاومه ار فوا واحد الكورون، واحد شدة التيار اي هاي. وهذا القانون هذا معروف بقانون اوم، قانون اوم، لوا دوم. ثاني حاجة خصكم تكونوا عارفينها هي لي كاباسيتي. لي كاباسيتي ولا نقدر نقول لهم بالعربية المكتفات. المكتفات العلاقة ما بين طونسيون الكورون والطونسيون، شنو هي؟ هي هاد اللوا هذا I est égal C d de V sur T. L'unité de C, الوحدة ديال C هي الفراد، تنكتبوها F. ثالث كومبوزون انتريسون دون الالكترونيك سي لانديكتونس ولا الوشيعة L. العلاقة اللي تتربط ما بين تونسيون و تونسيون ولا توتر مع تيار هي V est égal L DI sur DT. l'unité de L، الوحدة ديال L ولا الوحدة ديال الوشيعة سي الهنري. هنري. وتنشكركم، ترقبونا في دروس جاية ان شاء الله نكملوا فيها هاد الانتروديكسيون هادي، ونخليكم مع فيديو قادم ان شاء الله.